زكي مبارك مواطن فلسطيني مثله مثل الآلاف من غادروا بلادهم بحثا عن الرزق. مواطن فلسطيني بدور على لقمة عيش كريمة، بده يحسن دخله، بده يحسن وضعه، وسمع أن تركيا فتحت للفلسطينية وأن هم بيقدموا تسهيلات. بعد ذلك ذهب إلى تركيا ليبحث عن لقمة عيش، يعني هو أخبرنا أنه يريد أن يفتح مطعم هناك وسوف نعيش في تركيا ونكون عائلة سعيدة وعائلة مبسوطة. اختار زكي مبارك اسطنبول مقصدا للبحث عن عمل يؤمن به احتياجات أسرته، لكنه لم يكن يعلم أنه لن يغادر تلك البلاد حيا. منذ تفجر قضية خاشقجي لم يحاول الأتراك والقطريون استهداف المملكة فقط، بل سعوا أيضا لجر الإمارات للقضية، لكنهم لم ينجحوا في تقديم أي دليل على مزاعمهم. بدأت المؤامرة بضابط قطري استدرج مواطنين فلسطينيين هما زكي حسن مبارك وسامر سميح شعبان، مدعيا أنه يملك شركة تقدم فرصا استثمارية للعرب في تركيا. فهو حكالي في هذا اليوم ماذا قال اللي هو تم اعتقاله فيه، حكالي إن أنا حاسس ان في اشي مش مزبوط حواليه، يعني الناس اللي راح بده يشتغل معاهم بالاحرى حس ان في خيانه منهم، ان هم ناس بدهم يعني كذابين، في وراهم سيناريو، في وراهم فيلم، القضيه مش قضيه تجاره. وصل زكي مبارك ورفيقه الى تركيا فاختطفتهما المخابرات التركيه، وهنا فوجئ مبارك بالضابط القطري يساومه. طلب الاتراك والقطريون من زكي مبارك ادعاء انه يعمل ضمن خليه اماراتيه يقودها محمد دحلان، شاركت بزعمهم في التخطيط لاغتيال خاشقجي، وأنه حضر اجتماعين للخلية قبل أن ينشق ويسلم نفسه للمخابرات التركية. في مقابل تسجيله تلك الرواية وعد الأتراك زكي مبارك بمبالغ كبيرة والحصول على الجنسية التركية. رفض زكي مبارك الصفقة، فاضطر الأتراك لإعلان خبر اختطافه وأحالوه للنيابة، وهناك أصر على قول الحقيقة وفضح ما كان يخطط له الأتراك والقطريون. أصبحت السلطات التركية مهددة بفضيحة، فهي لا تستطيع محاكمة زكي مبارك بتهمة التجسس لعدم وجود دليل لديها، وفي نفس الوقت لا تستطيع إطلاق سراحه فيفضح مخططها. وتحرك يا سفارة، وتحرك يا سفير، ممكن الأتراك يقتلوه عشان يخفوا خيبتهم ويخفوا انهم امن خايف. في نفس الوقت كانت النيابة التركية في مأزق ومضطرة لإخلاء سبيله لعدم وجود أدلة، يعني ما قدروش يثبتوا عليه ايش، وكان حيطلع في محكمة كفالة يوم الاثنين، والمحامي اكد ان الوالد متفائل وان شاء الله حيطلع يوم الاثنين او الثلاثاء. لإخفاء آثار المخطط الفاشل ارسل جهاز الاستخبارات في أنقرة مجموعة من 3 أشخاص تولت عملية شنق زكي مبارك في محبسه بعد تخديره لكي لا تبدو عليه آثار مقاومة. ثم ادعت السلطات التركية أن زكي مبارك انتحر، وهي الرواية التي لم يصدقها ذو القتيل. حسبي الله ونعم الوكيل في الطاغية أردوغان وفي النظام التركي، حسبي الله ونعم الوكيل. وفجأة نعرف أنه يخو ينشروا خبر أنه تم الانتحار، فيعني تدخلش راس أي واحد أنه يشتغل أنهم بيستغفلونها، يعني إحنا مش في الغباء هذا. أنه السجين لا يتم تمكينه من أي أدوات حادة، لا معلقة ولا سكينة، قضية مقصودة ومتواصلة حتى لا تظهر الحقيقة. أنا شايف أنه أبي راح كبش فداء لإشي أكبر من هيك، إن التركيين بدهم يخبوا على خيبتهم. كانت كل الملابسات تشير لأن زكي مبارك قتل لإخفاء جريمة ما، وأنه راح ضحية مخطط كبير كانت تحضر له السلطات التركية، لكنه فشل فاضطروا لقتله. لا تنفصل قضية زكي مبارك عن قضية خاشقجي، فالسلطات التركية كانت تتجسس على القنصلية السعودية وتمكنت من تسجيل مخطط الفريق المارق لاغتيال الصحفي السعودي دون أن تبلغ السلطات السعودية أو حتى تحذر خاشقجي من الذهاب للقنصلية. ومثلما كان الهدف من تسهيل عملية اغتيال خاشقجي هو استهداف المملكة، كان الهدف من اغتيال زكي مبارك هو استهداف الإمارات. الزنب هذه البنت 9 سنين لبست شوف أبوها، الزنبها